جديدة وأنا متشوقة زيكم بالظبط أشوفها، وفيلم حي سعيد إن أنا اشتركت فيه مختلف، يعني لما تشوفوه مش هتكلم عنه، لا شوفوه أنا جاية وكل شو أشوفه. يعني فكرة كرة قدم اه طبعا ايوه طبعا فكره رائعه وجديده، وانا اعتقد انها متقدمه بشكل جيد جدا. عادل امام قدمها قبل كده في مشهد كوميدي، خلي بالك يختلف كتير كتير كتير. عايز اقول لك هو مفيش عمل فني شبه عمل فني، ممكن يلمس عليه لكن مفيش عمل شبه عمل، كل مخرج كمان ليه بصمته. تمام، عايز اقول لك انت كمان ليكي مشاركه مميزه في صفحه جديده والمسلسل قالب الدنيا الحمد لله. اقول يعني حظي الحلو الحمد لله ان ربنا بيكرمني دايما باعمال حلوه بغض النظر عن المساحه، لانه مفيش فنان، مفيش دور كبير ودور صغير، في ممثل كبير وممثل صغير، فالحمد لله. شفتي الحمله الشرسه شويه اللي ضد داليا شوقي؟ هتقولي انا ايه اقصد بالمشهد اللي تم تمويله؟ يعني هو انا ما بحبش اتكلم عن اي حاجه بخصوص اي زميل في السوشيال ميديا، بحب احتفظ برايي لنفسي. حلو، طبعا تشوف جعفر العمده اثنين المفترض الجاهز ان شاء الله او هي عوده بقى. هو انا اكيد اتمنى يعني يجوني من الموت وارجع تاني يعني. ربنا كريم ان شاء الله. عايزين نتكلم عن توقعاتك توقعي ايه للفيلم كمان النهارده في ظل المنافسه الشرسه اللي بتحصل؟ يعني انا اعتقد ان الفكره هي بتبقى الجوهره دايما، والفكره بتاعت الفيلم حلوه قوي، النجوم اللي فيه يعني كل واحد ليه اسمه وليه مكانته وليه تقله، وانا اعتقد ان الفيلم ان شاء الله نجاح. فاكره المشهد كان قالب الدنيا لما صغرتي حاجه و20 سنه فجاه كده بجعفر؟ العجايه دي كانت عامله ازاي؟ كانت عامله جوايا احساس حلو قوي طبعا. اتمنى اعيش بيه يعني. النهارده اصغر بكتير برضه. يا رب يخليك، ده من ذوقك. ميرسي، شكرا شكرا. كلمينا برضه، احنا شفنا يعني محمود عبد العزيز برضه قدم نفس الفكره دي في الشوف بس، فكلميني شايف فرج يعني متحمسه للدور ده؟ فرج عبقري، مش هقارنه محمود عبد العزيز ولا بعادل امام، يعني ما تقارنيش فنان بفنان، كل فنان ليه بصمه وكل فنان ليه وقته وليه جيله. لكن هتكلم على محمد فراج، محمد فراج بالنسبه لي انا كلبنى ونس انا شايفاه موهبه لم تكتشف بعد برغم كل اللي قدمه، عظيم الموهبه. شايفه ازاي فكره عوده؟ انا عايزه الحق الفيلم. فكره تقديم برضو نفس الافكار هياها فكره لا لا، الافكار هياها بتتقدم، لا لكن في جديد، في رؤيه جديده لكل مخرج. تمام، تمام. يعني انا عايزه الحق الفيلم. انا اسفه جدا، انا اسفه.